السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. هذا الفيديو هذا غادي يكون ان شاء الله من نوع الفيديوهات اللي كنظن كيعجب الاغلب ديال النساء، بحيث غادي نشوفوا فيه ان شاء الله كل ما كيتعلق بغرف النوم، بالمطابخ، بالاثاث المنزلي، يعني اخر المستجدات اللي جابت ايكيا بصفة عامة. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وخليكم معايا تلتري الفيديو فرجة ممتعة. كيف ما كتشوفوا هنايا في الدخله ديال ايكيا دايرين هذه الطبله هذه. بصراحه عجبتني، عجبني داك لو روز اللي دايرين فيها، عجبوني حتى هاد الوريضات اللي دايرين، داك المهم هاد لي بلونط مع ديك لا ديكوراسيون ديال الدرس العام مع لو روز جات مزيونه، قلت نبارطاجيها معكم. من بعد غادي تشوفوا كاينين، كنظن هنا كاين الكوزينات وبوم بيوت النعاس. غادي نشوفوا هاد الصور كيعبروا على نفسهم، نحاول نقسم التعليق ما امكن ونخليكم ان شاء الله تفرجوا. هاد البلاصه هادي فيها لي فوتوي، كيف ما كتشوفوا في الوان وفي احجام مختلفه، ولكن بالنسبه للاشكال كنظن انها متقاربه في الشكل، كتبقى براتيك وسامبل. كاين هنايا حتى الغلوفه ديال دوك الخدادي اللي كيديروا هكا في لي فوتوي، دايرين لهم حتى الغلوفه ديالهم هنايا. وهنايا كيف ما كتشوفوا كاينين هاد شحال نقول لهم هاد الكاستات اللي كيديرهم تحت التلفزيون، كما كتشوفوا غالبا كاينين في اللون الابيض، الكحل، وحتى في اللون ديال الخشب. مزيونين حتى هما سامبل،
فيهم هاد المجرات هادو براتيك الا بغيتي تخبعي فيهم شي حاجه. وكاين الاختيار نورمال ممكن يكون الاختيار قل من هكذا، هاد النوبه شفتهم جايبين زعما اختيار اكثر، كاين زعما ما يتشاف. هاد البلاصه هادي فيها البيرويات كيف ما كنشوفوا، فيها البيرويات ديال الدراري الصغار والكبار، وغالبا يعني الالوان كاينين غالبا غير الكحل والبيض. فيها كذلك حتى الكراسة، كل واحد يقدر يعني يختار الكرسي اللي يقدر يناسبه مع الطول ديالو والحجم ديالو. وفيها كذلك لي رونجمون سواء ديال المجوره او ديال اللي كيتحطوا فوق البيرو، تحط فيهم الوراق او ستيلويات او المهم داك لي رونجمون اللي كنستعملوا في فوق في البيرو. وهنا غادي نلقاو كل ما كيخص المطبخ ديالك باش تصوبيه دو ا ا زد. كيبداو يعني من لي بلاكار، من هذه الرخامات ديال فوق لافابو سواء ديري رخام او الخشب او اي نوع اخر. كما كتشوفوا هنايا اليدين ديال البيبان ديال الكوزينه، من بعد غادي نشوفوا ان شاء الله حتى البيبان ديال الكوزينه تما فيهم اختيار كبير. كذلك تاخذوا الثلاجه، المهم كل شيء هتجيبي فقط المساحه ديال المطبخ ديالك، وتما غادي ترسمي الشكل اللي بغيتي، وتاخذي يعني تاخذي الا بغيتي كل شيء من عندهم، يعني الفران، البوطه، لافابو، كل شيء، الروبينيات، يعني كل شيء. ملي كنقول كل شيء كل شيء تمشي في كوزينتك ان شاء الله كامله.
وهنا غادي نجيو لاخر جزء من الفيديو ديالي ان شاء الله، اللي هو ديال غرف النوم. غادي نشوفوا غرف النوم سواء فرديه او ثنائيه. من هنا تقدروا تاخذوا افكار سواء على الناموسيات او على المريويات او لي كومود، حتى في الالوان ديال غرف النوم يقدروا تاخذوا افكار، حيت كما كيديروا شنو بات اللون اللي حنا زعما ما نقدروش ننسقوهم بوحدنا، ولكن كي تنسقوهم هما كيجي مزيونين، يعني نقدروا ناخذوا فكره من عندهم. هنايا غادي نكونوا جينا النهايه ديال الجزء الاول ديال هذا الفيديو. في الجزء الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا الاواني ديال المطبخ، وغادي نشوفوا باقي الامور اللي ما شفناهمش في هذا الجزء. كذلك الا ما كانش طويل بزاف يقدر نوريكم حتى بعض المشتريات اللي شريت من ايكيا. من هنا لتما خليتكم في رعايه الله، والى اللقاء ان شاء الله.